السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: عنصر أو معدن السيلينيوم محمل على أحماض أمينية. امبارح أنا كنت عملت حلقة عن أربع منتجات بتحتوي على معادن محملة على أحماض أمينية أو أمينو أسيدز كيليتد مينرالز أو الكيليتد مينرالز عامة. ففي ناس كتير جدا سألوني على عنصر السيلينيوم. الناس دلوقتي كلها عايزة كيليتد مينرالز، عايزة معدن محمل على حمض أميني عشان يضمنوا امتصاصه ووصوله للدم بكامل التركيز. السيلينيوم عنصر هام جدا جدا لكافة أنشطة الجسم، هام للشعر، هام للبشرة، هام لقوة الإبصار، هام جدا للذكورة، ذكورة الرجال وتقوية وزيادة أعداد الحيوانات المنوية، هام جدا لصحة الكبد ولتخليص الجسم من السموم، هام جدا لرفع المناعة، هام جدا لمقاومة السرطان، هام جدا للمعدة وعلاج المعدة. السيلينيوم عنصر مهم جدا جدا جدا. طيب احنا عايزين سيلينيوم محمل على أحماض أمينية. أنا جايب لحضراتكم النهاردة سيلينيوم وزنك وملبدينم، التلاتة محملين على أحماض أمينية في مركب واحد أو في منتج واحد. أين المنتج؟ أهو زنك وسيلينيوم وملبدينم وبيوتين. في إيه بقى تاني؟ البيوتين ده اللي هام جدا للشعر ضمن فيتامين ب المركب. في فيتامين إيه أنتي أوكسيدنت قوي، في فيتامين اي انتي اوكسيدنت قوي ايضا، في فيتامين سي انتي اوكسيدنت ومقوي للمناعه، في سترس بايوفلافونويدز، سترس بايوفلافونويدز اللي هي فايتونيوترينت، مغذيات نباتيه هامه جدا للجسم. العلبه دي فيها 8 مكونات، و8 باللاتيني يعني اوكتا، لذلك العلبة اسمها أوكتاترون. أوكتاترون مكونة من 8 مكونات، أوكتاترون، والتلات معادن اللي هما الزنك السيلينيوم المولبيدينم، التلاتة محملين على أحماض أمينية زي الصاروخ الميسنجر الكارير الترانسبورتر اللي بيضمن امتصاص المعدن وسرعة وصوله للدم بكامل التركيز دون نقصان. هذا المنتج أوكتاترون متوفر سعر الشريط 25 جنيه. ده إنتاج شركة نيرهادو الصرح المصري الوطني العملاق. هذه شركة متخصصة في إنتاج المعادن المحملة على أحماض أمينية أو الأمينو أسيدز كيليتد مينرالز. هذه الشركة صرح عملاق في مصر يقدم الجديد الذي يواكب التطور العالمي في إنتاج المكملات الغذائية. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، ومتشكرين جدا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.